السلام عليكم، مرحبا بكم مرة ثانية في قناة سيمو كوك. ودوزوا معنا نشوفوا الوصفة ديال اليوم إن شاء الله. طبق اليوم هو أكلة مغربية شعبية تسمى معقودة أو باستية. كنحتاج لخمس حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة. نضع التوابل في إناء، نبدأ بملعقة كركم وملعقة فلفل أسود، ملعقة فلفل أحمر بارد، ثم ملعقة كمون، فنصف ملعقة زنجبيل وربع ملعقة زعتر. بالنسبة للفلفل الحار اختياري حسب الذوق، نضع ربع ملعقة، فنضع ملعقة ونصف من الملح، ونمزج الخليط مع بعض جيدا حتى يتجانس، ثم نضيف نصف كأس زيت زيتون. نخلط التوابل جيدا مع الزيت، ثم نضعها على البطاطس المهروسة، ثم نضيف ملعقتان قزبرة وبقدونس، فحبتين ثوم مهروس، ثم بيضة كاملة، فنمزج الخليط جيدا حتى يتجانس، ونضعه في الثلاجة ربع ساعة ليتماسك، ثم نبدأ بعمل كويرات متوسطة، نجهزها في طبق، ثم نبدأ بتمريرها في صحن دقيق ممتاز قبل عملية القلي. عملية القلي لازم تكون عندنا زيت على نار متوسطة، نسخنها جيدا، فنضع المعقودة حتى تأخذ لونا ذهبيا، ثم نقدم الطبق، فشهية طيبة.